أعلنت تركيا إغلاق باب التبادل التجاري مع إسرائيل والذي يبلغ حجمه 9.5 مليار دولار، فيما أكدت أنقرة استمرار العقوبات التجارية المفروضة على إسرائيل حتى التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة. وفي أول رد على القرارات التركية، أعلنت الحكومة الإسرائيلية عن عدة إجراءات ضد تركيا، من أبرزها العمل على تقليص أي علاقة اقتصادية بين أنقرة والسلطة الفلسطينية وغزة، إذ تعد تركيا أكبر دولة مستوردة من السلطة الفلسطينية. كما أعلنت إسرائيل أنها ستناشد المنتديات الاقتصادية الدولية لمعاقبة تركيا بسبب انتهاكها الاتفاقيات التجارية. لماذا أوقفت تركيا التجارة مع إسرائيل؟ مع اقتراب الحرب الإسرائيلية على غزة من شهرها الثامن، تعلن وزارة التجارة التركية تطبيق مرحلة ثانية من العقوبات التجارية على إسرائيل بسبب رفضها وقف إطلاق النار ولإرغامها على السماح بتدفق المساعدات الإنسانية إلى غزة. إذن ماذا كانت المرحلة الأولى؟ في 9 أبريل الماضي، فرضت وزارة التجارة التركية قيوداً على تصدير 54 منتجاً إلى إسرائيل. ومع استمرارها في حربها، تصاعد التوتر السياسي بين أنقرة وتل أبيب. توتر يأخذ أوجهاً متنوعة بين السياسة والتجارة. فقبل يومين أعلنت تركيا عزمها الانضمام إلى دعوى دولة جنوب إفريقيا المقدمة إلى محكمة العدل الدولية ضد إسرائيل بوصفها ترتكب جرائم إبادة إنسانية في غزة. وفي الشق التجاري، قالت أنقرة إن عقوباتها على تل أبيب سوف تستمر حتى إعلان وقف دائم لإطلاق النار في غزة. فما هو حجم تلك الضغوط الاقتصادية التركية على إسرائيل؟ تركيا خامس أكبر الدول التي تربطها علاقات تجارية مع إسرائيل بحجم صادرات بلغ نحو 4.6 مليار دولار العام الماضي حسب أرقام رسمية. تركيا اتخذت تلك الخطوات على وقع تزايد المطالب الشعبية بقطع العلاقات التجارية مع إسرائيل، خطوات قد يكون من ضمن أهدافها تعزيز شعبية الحزب الحاكم في رأي محللين. ووفقاً لتقارير صحفية، فإن بعضاً من التجار الأتراك بدأوا يبحثون عن طرق بديلة لتصدير بضاعتهم إلى إسرائيل، ربما عبر دولة ثالثة. والسؤال المطروح الآن، أين تتجه دائرة التوتر بين تركيا وإسرائيل إذا ما استمرت الحرب على غزة؟ محمد المشهر، سكاي نيوز عربية، إسطنبول. ونتابع من إسطنبول مع مدير مركز إسطنبول للفكر دكتور بكير أتاجان. أهلا بك معنا دكتور. ومن حيفا المحاضر في أكاديمية الجليل الغربي الدكتور موشي العاد. أهلا بك دكتور. أبدأ معك دكتور بكير أتاجان في إسطنبول. إذن تركيا أوقفت التجارة مع إسرائيل، من سيتضرر أكثر من هذا الإيقاف، تركيا أم إسرائيل؟ الاثنين طبيعي، لكن من الأكثر الأيام القادمة سوف ربما تعطينا النتائج، لكن الآن لا نستطيع أن نقول الطرف التركي أو الطرف الإسرائيلي من الآن. لكن أنا أعتقد طبيعي، هذا رأيي الشخصي، إذا أخذنا بالاعتبار المسافة القريبة بين تركيا وإسرائيل، وثانيا المواد التي يعني ترسل إلى إسرائيل، ربما إن كانت من ناحية السرعة، إن كانت من ناحية السعر، حتى من ناحية الجودة، يعني الخاسر في هذه الطرف إسرائيل بتكون. لماذا؟ لأنها في هذه الظروف تحتاج أكثر إلى هذه السلع والمواد التي كانت تستوردها من تركيا، خاصة في الفترات الأخيرة. ولكن مع كل هذا طبيعي أيضا تركيا سوف تخسر، لأن هناك كما أشرتم في تقريركم يعني من الدول أو خامس دولة في العالم من حيث التبادل التجاري بينها وبين إسرائيل، إذن هذه نسبة عالية جدا مقارنة مع دول الجوار ومع دول العالم. ولكن نقطة كمان لابد ذكرها، يعني الدول الآن خاصة في هذه الفترة نجد بأن معظم دول العالم تريد السلع والبضائع، وخاصة التي تستوردها إسرائيل هي مطلوبة، يعني مطلوبة بكثرة وليست يعني غير مطلوبة. لذلك تركيا سوف يعني تلقى البديل بسرعة وتربح فيها حتى. لماذا؟ لأنها مطلوبة كثيرا، وخاصة السلع التي
دول الجوار، وكما هو معروف الآن للأسف الشديد حروب بيننا بين أو الدول المجاورة تعيش أزمة حرب داخلية وحرب مع دول مع بعضها البعض، فهذه السلع التي ترسل إلى إسرائيل أيضا مطلوبة في سوريا، مطلوبة في العراق، مطلوبة في إيران، مطلوبة في روسيا حتى، يعني مطلوبة في دول عديدة. فلذلك أعتقد تركيا لن تخسر كما يدعى من طرف إسرائيل ومن بعض المحللين. نعم. دكتور مشي العاد، ما مدى تأثير هذا القرار التركي على الاقتصاد الإسرائيلي المنهك والمتأثر أصلا بالحرب منذ بداية الحرب في غزة؟ مساء الخير، شكرا على الاستضافة. أعتقد أن إسرائيل يمكن في المدة القريبة المدة القصيرة تخسر شوي، لأنه يمكن سنشعر أن هناك خسارة من قبل البضائع اللي نستوردها من تركيا، ولكن للمدة الطويل أعتقد أن تركيا تخسر أكثر. أولا لأنه تركيا تحتاج لإسرائيل كثيرا، ليس فقط السياح شيء بسيط، بس من ناحية عسكرية مثلا، من ناحية أمنية. أنا بستغرب لأنه قبل أقل من عام يعني استقبل الرئيس أردوغان استقبل الرئيس إرتسوك، بل اتصل بنتنياهو وطلب من إسرائيل مساعدات أمنية واسعة نطاق كما كانت الأمور في الستينات والسبعينات، وقال تركيا تحتاج كثيرا يعني بشكل رهيب للأسلحة الإسرائيلية. واليوم يعني قطع العلاقات، يعني كإسرائيلي يبدو لي سلوك أردوغان غير مستقيم. شو تفسيرك؟ ما تفسيرك لهذا التحول إذن؟ هل صحيح هو في سبيل وقف الحرب على غزة؟ لأن الحرب طالت يعني، وهي تغضب الرأي العام التركي. أعتقد أن أردوغان غير يعني موقفه بطريقة جذرية، وكل ذلك بسبب سياسة دينية متطرفة تدعم منظمة إرهابية حماس. في رأيي سيخسر أردوغان أكثر مما سيكسبه من في هذا التغيير في السياسة. أعتقد المثير في أردوغان أنه عندما يتعلق أمور أخرى، مثلا أبدالة أوتشلان يعني كإرهابي كذا، من ناحية ثانية هو بيدعم حماس وسينوار اللي يعني منظمات إرهابية. فأعتقد طيب يجب أن نسأل أردوغان شو السبب. أنا أكثر أفسر عن من ناحية طيب دكتور بكير في اسطنبول، ما السبب؟ ما التفسير؟ لطالما كانت العلاقة التركية الإسرائيلية تشكل لغزا غير مفهوم، يعني كما ذكر ضيفي أنه دائما هناك علاقات سياسية، كان هناك أحيانا مرات يكون فيه هجوم من قبل تركيا على إسرائيل، ولكن العلاقات التجارية مزدهرة دائما، وكما ذكر مؤخرا كان هناك توطيد للعلاقات أكثر، ثم الآن هذا التحول حتى بقطع التجارة. هناك من يربط هذا في سبيل زيادة شعبية حزب العدالة والتنمية الحاكم بقيادة أردوغان، هل هذا صحيح؟ طبيعي، ليست لها علاقة. يعني ضيفك الكريم ذكر، ولكن للأسف الشديد لما يذكر يتهرب من بعض الحقائق للأسف الشديد. أولا بالنسبة لدعم أردوغان، حماس، شوفوا أردوغان يعني له تصريحات قبل أن يتبنى أو يبنى حزب العدالة والتنمية، يعني 2001 لما كان عنده فكر بأن يؤسس حزب في داخل تركيا، ذهب إلى الولايات المتحدة وقابل بعض المسؤولين السياسيين وسأله بعض الصحفيين ما رأيك في يعني أسئلة كثيرة ومن بينها ما رأيك بحماس، فالذي صرحه قبل أيام نفسها موجودة على يعني مسجلة، هذه ليس كلامي، مسجلة ونستطيع أن نذهب إلى هذا التسجيل، بأنه حركة يعني تناضل من أجل حريتي وكرامة شعبها، وخاصة من أجل يعني ضد المغتصب دولة إسرائيل في هذه الفترة يعني.
راح بعد ما استلم رئاسة الوزراء 2004 كمان عنده مقابلة صحفية في نيويورك كمان نفس الشيء، عيد نفس السؤال كيف تنظر إلى حماس، فقال بأنها هي منظمة مقاومة وبامتياز. وثالثا عندما صار هناك يعني تبادل في الأسرى بين إسرائيل وحماس، طلب من طرف إسرائيل بأن يكون تركيا هي الوسيط، وتركيا بناء على الطلب الإسرائيلي بعض العناصر من حماس على أساس، لكن كان هناك شرط تركي لهؤلاء بأن لا تكونوا من داخل الأراضي التركية يعني استعمالهم ك يعني للعنف للضرب، ولكن كسياسيين وافقت تركيا على استقبالهم وما زالوا موجودين من منذ فترة طويلة. لذلك هذه العلاقات كانت بين الطرفين. ولكن ضيفك أيضا يقول لا يعرف أردوغان. أردوغان عندما يعني ما بدي يروح إلى بتعرفوا مرمرة هذه الباخرة التي وضرب الناس الذين كانوا يقدمون المساعدات قتلوا لغزة. طرف إسرائيل الجيش الإسرائيلي ولأول مرة في تاريخ إسرائيل نتنياهو اعتذر من أردوغان. طيب. ولكن دكتور دكتور وهذا اعتذار تاريخي، ولكن الآن ينكرون ماذا حصل. نقطة هامة. بس نقطة طيب ما يعني ولكن دائما هناك علاقات مع إسرائيل، يعني دائما كان هناك دائما علاقات مع إسرائيل بين تركيا وإسرائيل. هل الآن كان هناك فصل عن السياسة عن الاقتصاد في العلاقة التركية، ولكن العلاقة دائما موجودة بين إسرائيل وتركيا رغم الخلاف السياسي. الآن بقطع التجارة، هل الحديث الآن عن تحول في العلاقة التركية الإسرائيلية؟ يعني دعني أولا أشير إلى نقطة لأني لم أستطيع الإشارة إليها. تفضل. اللقاء الأخير في نيويورك مع نتنياهو ماذا كانت تحتوي؟ لماذا ضيفك لا يتكلم؟ يقول التقى ماذا التقى؟ يسلموا على بعض، يشربوا شاي وقهوة. ما هذا اللقاء؟ ما هذه الشروط التي طرحوها بين بعضهم البعض؟ شرط تركيا كانت منذ البداية إن كانت لرئيس الإسرائيلي عندما زار تركيا وحتى رئيس الوزراء نتنياهو في الولايات المتحدة في نيويورك اللقاء، بأن يكون سلام عادل في المنطقة، لأن هذا المنطقة تحتاج إلى سلام. وكانت الوعود إلى الآن من الطرف الإسرائيلي بأن يكون سلام، ولكن نلاحظ الطرف الإسرائيلي يوعد ومن ثم يهجم على الفلسطينيين ويقتل ويهجر والمدنيين وحرب إبادة كما نلاحظ. فإلى متى هذه جميل جميل لن تؤخذ بجدية الطلب. لذلك تركيا إلى الآن حاولت مرارا أن تتوسط لإيقاف الحرب، تقديم المساعدات، وقف إطلاق النار مهما كانت الأسباب، ولكن الطرف الإسرائيلي يقول نعم، وحتى الشعب الإسرائيلي يطلب وساطة تركية، ولكن يقولون نعم، ولكن نجد يفعلون العكس، يقولون نعم ويفعلون العكس. لذلك تركيا أجبرت على أخذ هذا القرار، ولكن على مرحلتين. دكتور وصلت فكرتك، ولكن طيب دعني أحول نفس السؤال إليك دكتور موشي العاد. دائما عن العلاقة التركية الإسرائيلية، رغم كما ذكرت تعاطف تركيا مع حماس ومع الفلسطينيين، ولكن تركيا أيضا تحافظ على علاقتها مع إسرائيل. دائما كان هناك فصل للسياسة عن الاقتصاد، الاقتصاد دائما كان مزدهر بين إسرائيل وتركيا. الآن بوقف التجارة، هل تحولت العلاقة هذه؟ هل دخلنا ربما مرحلة عداء بين تركيا وإسرائيل؟ لا، أولا اسمح لي أجاوب لأنه خطاب زميلي كان طويل جدا وأريد أن أجاوب عليه. طيب. أولا في محبة بين الشعب الإسرائيلي والشعب التركي. يعني الإسرائيليين كتير بحبوا أن يروحوا ويكيفوا حتى في تركيا. تركيا يعني فتحت إيديها للإسرائيليين وإسرائيل أجابوا بشكل إيجابي جدا. ولكن في فرق بين الشعب التركي والإدارة والمسؤولين وأردوغان. يعني أقول لك شو بيسألوا في إسرائيل، جواب إلى زميلي من تركيا. المثير في أردوغان أن عندما يتعلق الأمر بأبدالله أوتشيلان ومنظمة حزب العمل الكردستاني، فهو أنه حرب الإرهابيون حربا مريرة ويسعى إليهم. لكن
بنفس الوقت يدعم، شوف مين القاتل الجماعي سنوار، ويتعاطف مع السفاح الفلسطيني الحمساوي وأكبر جزار بالقرن الحالي والذي ارتكب واحدة من أعظم الجرائم. طيب. هذا يعني قائد أو رئيس دولة يدعم منظمة زي هذا. كثير إسرائيليين بيسألوا إذا هذا أردوغان يدعم حماس معناته بيقدرش يكون شريك إسرائيل فنتحاسب معه، يجي اليوم نتحاسب معه. طيب. هذا هو الجواب الإيجابي، الجواب الإسرائيلي للأردوغان. طيب، ولكن هل تتحول العلاقة من علاقة براغماتية في السابق وبين تركيا وإسرائيل يفصل فيها السياسة عن الاقتصاد إلى ربما علاقة عداوة هذه المرة؟ أعتقد أن تركيا ستخسر من كل النواحي، ستخسر اقتصاديا من قطع العلاقات مع إسرائيل، لأنه هلأ إسرائيل يعني شو أردوغان راح يستورد التكنولوجيا الهاي تك من غزة من ناس زي حماس. لا طيب. هو يحتاج لإسرائيل، أنا أقول لك إياه بكل صراحة. ولكن مرات السياسة هي على تغير يعني نفسه. أنا رأيي إسرائيل مش راح تخسر، العداوة مش راح تصير. الشعب الإسرائيلي بحب الشعب التركي، وننتظر تا ينزل أردوغان من السيطرة ويعني نرجع ونجدد علاقتنا مع التركيين، لأنه الأتراك يعني ما لهمش أي ذنب هون في كل طيب الصوت. طيب سيد بكير أتجان. نعم. عطفا على ما قاله سيد العاد، كان هناك حديث أيضا على طلب من حماس على أن تكون تركيا أيضا وسيطا في مفاوضات التهدئة في حرب غزة أو صفقة تبادل الأسرى والمحتجزين ووقف إطلاق النار. الآن بهذا التوتر الحاصل بين تركيا وإسرائيل، هل يؤثر هذا على الوساطة التركية في حرب غزة، في وقف حرب غزة؟ سيدي العزيز، على الشعب الفلسطيني وعلى حماس والمنظمات الموجودة في فلسطين والشعب العربي يجب أن ينتقموا من تركيا. لماذا؟ لأن اليهود استقبلناهم مرتين من القتل والإرهاب والإبادة الجماعية. 1492 جاءوا من إسبانيا، الدولة الوحيدة التي استقبلتهم تركيا. أيضا 1900 أيضا من ألمانيا الفاشية، من استقبلهم؟ الجمهورية التركية. مرتين استقبلناهم من القتل والدمار والإبادات الجماعية. والآن يقولون لماذا علاقتكم مع الفلسطينيين مع حماس جيدة؟ على فلسطين وعلى الشعب الفلسطيني أن يكره تركيا وينتقم منها، لأننا نحن حمينا هؤلاء الناس، هؤلاء الإرهابيين، هؤلاء القتلة. لماذا علاقتنا جيدة ما زالت معهم إذن؟ والآن حماس تطالب بأن نكون ضامن. اليوم كان في طلب من منظمة حماس، ولكن طيب. للأسف الشديد إسرائيل ترفض. لماذا تطلب؟ تريد مننا أن نتخلى عن الشعب الفلسطيني وعن الإنسانية، وهم يقتلون ويشردون، وأن نكون إلى جانب الظالمين. طيب. مع من؟ طيب، لم تجبني. باختصار دكتور، هل يؤثر هذا إلغاء التجارة مع إسرائيل، هل يؤثر على دور الوساطة التركي؟ يا دكتور الوقت سينتهي. نعم. هل يؤثر على الوساطة التركية؟ تفضل. نعم بالطبع، لأن إسرائيل لا تريد أي ضامن لحماس. طيب. وللشعب الفلسطيني. طيب. تريد. طيب. إبادة للفلسطينيين وللعرب. لذلك نعم. تعليق سريع، يجب أن نعطي حق الرد عربي إسلامي. نعم. غير نعم. ممكن. يجب أن نعطي حق الرد لضيفي من حيفا دكتور موشي. يتفضل. إبادة جماعية كانت عند العرب. حافظ الأسد عمل إبادة جماعية في 40 مليون 40 ألف إنسان. طيب. مليون إنسان في غزة ابن بشار والمصريين. طيب. في يمن، وحسين مع الفلسطينيين في أيلول الأسود. ما بتقول لي أنا بعرف شو إبادة جماعية؟ خلينا في غزة، خلينا في غزة، اتركهم. خلينا. طيب. في غزة.
طيب والآن إسرائيل أيضا يا دكتور إلعاد دكتور موشي، ولكن أيضا إسرائيل الآن قتلت أكثر من 35,000 فلسطيني، وضيفي من تركيا يقول لك أنه طبيعي أن نكون مع المظلومين وألا نكون مع الظالمين. لا 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 لا، في فاك لما بتعمل مقصود أو كما كنا سابقا كما كنا. يا دكتور خليه يرد من فضلك دكتور موشي. قتلوا الأرمن مليون أو عملوا مذبحة بالأرمن مظبوط، هذا إبادة جماعية. طيب شكرا جزيلا لكما دكتور موشي إلعاد، انتهى الوقت. المحاضر في أكاديمية الجليل الغربي من حيفا، ودكتور بكير أتاجان مدير مركز اسطنبول للفكر مباشرة من اسطنبول.